الثانية اللي هي معايا سلطة الفراخ المشوية واللوز. الخلطة دي جميلة جدا لأنها بتدي قرمشة لوز مع الفراخ المشوية مع الجبنة، فبتبقى جميلة قوي. معايا بقى خس، طماطم شاري، شاري توميتو، معايا جزر مبشور، معايا اللوز طبعا مقشر ومحمص للي عايزها لا صحية تبقى لوز مش محمص ومش مقشر، جبنة مكعبات النوع اللي تحبوه، زيت زيتون، وهيبقى فيه الجبنة المبشورة اللي هي البارميجان. معايا هنا بقى للصوص او زيت الزيتون، ممكن نحطه برضو مع الصوص هنا، يبقى زيت الزيتون، الليمون، الخل، معلقة، معلقة زيت زيتون، معلقة كبيرة عسل او معلقتين ده على حسب الرغبة، العسل معلقة واحدة صغيرة، بودرة التوم، معايا المايونيز اللايت، ومعايا جبنة بارميجان برضو مبشورة. دي برضو الى حد كبير فيها دسم لان فيها الجبنة، فيها اللوز مكسرات ففيها دسم. هحط بقى معايا الليمون، الزيت، الخل، بودرة الثوم، والعسل، ونحط المايونيز اللايت، مهم جدا المايونيز لو في دسم عالي بيجيب سعرات كتيرة جدا. يعني سيزر سالاد مثلا من الحاجات اللي كتير قوي اقابلهم يطلبوا سيزر سالاد على اساس ان هم عاملين دايت، ومش عارفين ان سيزر سالاد دي بتخش فوق الالف سعر، يعني بتعدي الالف سعر، دسمها عالي جدا بسبب المايونيز اللي فيها والجبنة الكتيرة طبعا. خلاص انا بحط على حسب برضو الجبنة، على حسب الايه الاحتياج، ما نحطش كتير قوي. نحط ايه كمان؟ ناقص ملح وفلفل. المايونيز الدايت برضو نقدر نعمله في البيت، واحنا عملناه قبل كده، الوصفة موجودة على الموقع. نضرب بقى، بضربه كويس جدا عشان عايزة انعمه، الجبنة كده تخشلي جوه صوص تختلط كويس قوي تديني طعم حلو. نظبط بقى فيه الخس كده، نقدر نحطه. الخس كل ما تقطع كبير كل ما فوائده بتبقى موجودة فيه اكتر، فيتامينز مش بتروح، وبالايد احسن. احنا قدمنا وصفات سلطات كتير وشوربات كتير عشان الطلب مني، علشان اللي عايز يخس او يحافظ على وزنه في رمضان والصحة طبعا. بتمنى بقى كل الوصفات تكون عجبتكم وتكونوا جربتوها كمان، وتكون ساعدتكم فعلا كأفكار وازاي نقلل السعرات. هنحط بقى، نجيب بس حاجة برضو، الجزر، كده، وننزل الشيري توميتو، الفراخ بقى على حسب ما تحبوا. لو انتوا عايزين طبعا فراخ مشوية، احنا بنتبل الفراخ بالبصل بالملح والفلفل بمعلقة زيت، وممكن تحطوا بقى عليها توابل تانية، توابل فراخ مثلا، وبتنزلوها يا اما في طاسة يا اما على الشواية زي ما تحبوا، دي بمنتهى السهوله. اهم حاجه بس تغسلوا الفراخ كويس عشان يبقى ريحتها كويسه. عايزين تقطعوها بقى وتتقدم متقطعه عليها زي ما تحبوا، عايزين تحطوها بالشكل ده برضو زي ما تحبوا على حسب عدد الاشخاص اللي موجودين. هنحط بقى الجبنه، والجبنة المبشورة دي هتنزل بعدين. هنزل اللوز، اللوز ده بقى مهم جدا بيدي طعم خطير، يعني بيقلب طعم السلطة تماما بقى.
انا بقى الصوص مش عايزه احطه عليه على طول، انا بحب الصوص بصراحه يتحط في حاجه تانية علشان يديني فرصه ان لما اجي اقدم كل واحد ياخد اللي هو عايزه وياخد المقدار اللي هو عايزه، ولما يتبقى لي بقى الطبق مثلا يتبقى منه ما الاقيش اتبقى كتير قوي من السلطه ما اعرفش اشيلها، سلطه بتتبل ساعتها. فاحسن حاجه ان الواحد ايه يحط الصوص لوحده. فاحنا نقدم بقى الموضوع كده، دي ممكن نقدمها كده خشبه، دايما بحب اقدم برضو على الخشب، ونحط طبق كده ونجيب حاجه نقدم فيها الصوص اهو، ده شكله حلو، نحط الصوص بقى جوه، كل واحد يحط ويغرف زي ما هو عايز، واللي يتبقى سهل جدا الصوص يتشال في العلبه يقعد بالايام في الثلاجه في علبه محكمه نستخدم منه يوميا، والسلطه برضو هنقدر بسهوله ان احنا نشيلها وتقعد معانا يوم كمان زياده. الشوربه لسه بتغلي، نروح بقى الفاصل ونرجع نكمل مع بعض بقيه الشوربه والبسبوسه اللي هي بقى بالشوكولاته.